السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في قناة شيوات الميمة. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم صابلي كيجي لذيذ بزاف وشيش وطب. المقادير اللي غنحتاج ليهم 125 غرام ديال الزبده، عندي هنا جوج معالق كبار ديال الزيت، بيضه 120 غرام ديال السكر بلاصي اي السكر ناعم، السكر كيبقى حسب الذوق، بغيت نقصو منه شويه. عندي هنايا الكاكاو، هاد الساشي هذا الوزن ديالها 7 غرام، والدقيق كيبقى حسب الخليط. دابا غنبداو على بركة الله. أول حاجة تناخد الزبدة، نضيف عليها السكر بلاصي، نخدم هاد جوج المكونات مع بعضهم مزيان حتى تذوب ليا الزبدة مع السكر. دابا نضيف الزيت، برافو عليك. ايه كنت هنا. دابا غنضيف بيضة، بيضة يلا موتور. دابا غنضيف الكاكاو، نبدا نضيف الدقيق شويه بشويه. لا مش ما هادي الكاكاو، نضيف الدقيق حتى كيتجمع لينا الخليط ديالنا. هي العجينة ديالنا تجمعات كما كتلاحظوا معايا كيفاش تتكون. غنخليها واحد ترتاح 25 دقيقة ونتلاقاو من بعد. من بعد ما ارتاحت لينا العجينة ديالنا غنسرحوها، نرشحو شوية دقيق على سطح العمل، ونسرح. على هذا الشكل هذا ناخذ المقطع اللي غنستعمل، نستعمل مقطع على هذا الشكل هذا يكون مستطيل، تنقطعوا الصابلي ديالنا تنوضعوا في اللاطا اللي غتدخل الفرن.
من بعد مثلا ندوا صابلي ديالنا في اللاطه كنتاهيو طبيعه الحال تندخلوا صابلي ديالنا الفرن كيطيب نستعمل سكين او لا اي حاجه تكون ماضيه تقلع لي صابلي من على سطح من سطح العمل دابا غنحضروا حشوه اللي غتكون بقلب ديال الصابلي اللي غنلصقوا بها صابلي مع بعضياته غنحتاج 100 غرام ديال الشوكولاط ونحتاج واحد معلقه كبيره ديال القشطه الطريه اول حاجه تناخذوا القشطه تنسخنوها بعد ذلك تنضيفوا عليها الشوكولاط وتنحركوا تنخليو الخليط ديالنا كيبرد ها هو صابلي ديالنا من بعد ما طاب كيفاش تشوفوا بهذا الشكل هذا وهو الكناش اللي خلط اللي حضرناه بالشوكولاط والقشطه كيفاش يكون بعد ما يبرد يكون على هذا الشكل هذا سناخذوا صابلي ديالنا عندي هنايا الشوكولاط اسود ذوبته كما تلاحظوا معايا ضفت عليه شويه الزيت تناخذوا صابلي ديالنا تنغطيه بالشوكولاط عندي هنا الشوكولاط اسود وضعته في البوش على هذا الشكل هذا نزينو صابلي ديالنا من الفوق هو صابلي ديالنا في الشكل ديالو النهائي نتمنى وصلتنا الاعجاب ديالكم لا يعجبكم الفيديو عملوا لايك بارتاجوا الفيديو مع العائلة ديالكم وأصدقاء ولا لقاء مع وصفة جديدة